تواصل مصر بذل كل الجهود الممكنه على مختلف الاصعده لانهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه في دولته المستقله. المواقف المصريه ثابته جدد الرئيس السيسي التاكيد عليها خلال القمه الثلاثيه مع الرئيس الفلسطيني والعاهل الاردني في مدينه العقبه الاردنيه. مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، تتواصل الجهود المصريه الهادفه لانهاء العدوان وحقن الدماء بالتوازي مع جهود تسهيل ايصال المزيد من المساعدات الانسانيه الى الاشقاء في غزه. في هذا الاطار تاتي اللقاءات المتتاليه للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف القاده والزعماء وعلى راسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. اللحظة الفارقة التي يعيشها الشرق الاوسط والمنطقة العربية استدعت لقاء القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني والعاهل الاردني في مدينة العقبة الاردنية، حيث حرص الرئيس السيسي على تنسيق المواقف لضمان وحدة الصف بما يحافظ على امن واستقرار شعوب المنطقة، وخلال القمة استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لفتح الحوار مع كافة الاطراف بهدف وقف اطلاق النار الفوري في غزة. مشيرا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم في مصر وفي ظل أهمية القمة وتوقيتها توافق الزعماء الثلاثة على الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج أراضيهم كما تم تاكيد الرفض التام لايه محاولات لاعاده احتلال اجزاء من غزه والتشديد على ضروره تمكين اهالي القطاع من العوده الى ديارهم واطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدوليه ذات الصله الى جانب تاكيد الدعم والمسانده الكامله للسلطه الوطنيه الفلسطينيه بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حمايه الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الاراضي الفلسطينيه كافه طاوله مباحثات القمه لم تغب عنها التطورات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، اذ حذر الزعماء الثلاثة من خطورة الاعمال العدائية بالضفة والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، كما تم تاكيد رفض اية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وضرورة ايجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تتضمن اقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه